بكثير من الحب وبكثير من الإعجاب تحدثوا للظهيرة هذا الصباح. هم ضيوف مراكش من السياح الأجانب، ما كانوا ليغادروا هذه المدينة الآسرة أو ربما ليلغوا حجوزاتهم، فضلوا البقاء بيننا. ومراكش تواجه بقوة بتضامن وتآزر تواجه زلزال الحوز. عجلة النشاط السياحي لم تتوقف، وهذا ما لمسنا في روبورتاج قاد حسن بن رابح هذا الصباح إلى الكتبية، إلى ساحة جامع الفنا وإلى جليز. مراكش بكل اختصار تنبض حياة. مرحبا سنة، درجة الحرارة 17 هنا بمدينة مراكش، الجو جميل ومغري، الحياة تدب من جديد بمدينة مراكش رغم تداعيات زلزال الحوز. على الأقدام المشي بين بساتين وجنان وحدائق المدينة الحمراء متعة في حد ذاتها. السياح من مختلف الجنسيات يستمتعون بالجو المثالي وبالتاريخ العريق. مجموعات من روسيا وأخرى من الصين، وهؤلاء السياح من هولندا. كما الزلزال نقوم بزيارة سياحية، وهاد الناس اللي معايا كزائرين للمغرب تيحبوا المغرب وتيبغيوه بزاف، نظرا للثقة اللي كاينة والآمال والحياة تستمر. بعض ذكريات الحياة تستحق أن توثق في صورة جماعية. رغم الزلزال لم تكن لدي مثبطات لكي لا أزور المدينة، بل شاهدت بأم عيني التضامن. كل شيء على ما يرام، خاصة الطرق التي تحسنت كثيرا، والمغرب أثار إعجابي. الحجوزات لم تتأثر كثيرا بسبب الزلزال. ليالي المبيت ورحلات الجوية أيضا في مستوى مستقر بعد أيام فقط على فاجعة الحوز. مراكش تختزل المملكة، بلد التعايش، بلد الأمن والأمان، الثقافات والأجناس، وأيضا هي مدينة الأحداث الدولية الكبيرة. احتضان المملكة لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شكل ارتياحا كبيرا لدى ساكنة المدينة، مواطنون وفاعلون سياحيون. الله يرحم ضحايا الزلزال، وهذه البلاد هذه بلاد الأمان، بلاد البركة، والحمد لله لأنه تصر يكون مؤتمر بنك الدولي. أكثر من 20 عام وأنا في السياحة كمرشد سياحي بالنسبة للأجانب الإسبان، ولكن ما عمري شفت هذا الإيمان وهذا الحب هذه المدينة ديالنا والبلاد ديالنا بالرغم من هذه الظروف الصعيبة اللي كندوزو منها. مراكش أرض التاريخ والحضارة والكرم والأطباق والأسوار والقصبات والمآثر التاريخية العديدة، هي أيقونة السياحة بالمملكة، قطاع يشغل يدا مهمة ويمثل مصدرا فاعلا في الناتج الوطني الخام. السياحة رجعت للساحة الجامع فينا ورجعت للمغرب كامل. والله سيدنا راه قايم بالواجب، سيدنا راه قام بالواجب، راه واقف مع المساكين كلها، والله يخليه لينا. طبعا لا يمكن أن ننهي هذه الجولة الصباحية هنا بمدينة مراكش دون أن نحتسي كأس ليمون مثلج لكي نروي ظمأنا.